جريوة في المركز الثالث، الباسلة في المركز الثالث للسيد سعيد بن غدير بن حبيب الاجتبي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع من الجانب الثاني نشوف اللي في المركز الرابع، ناخذ اللي في المركز الرابع، نشوف اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات، سمرقند للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس نشوف الغزيل للسيد علي بن محمد بن سعيد الاجعبي، وفي المركز السادس العنود للسيد سعيد بن محمد بن منانه الاجتبي، وفي المركز السادس، المركز السادس ناخذ اللي في المركز السادس من حافل السيد عبد الله بن خلفان بن مخيط المزروعي، وفي المركز السابع، المركز السابع مصيحه للسيد عبد الله بن مبارك بن حمد اليهويل المري، وفي المركز الثامن، المركز الثامن ارى شعار الصعب على في المركز الثامن اشواق للسيد علي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاجتبي، وفي المركز التاسع، المركز التاسع الباسله سعيد بن غدير بن عبيد الاجتبي، وفي المركز العاشر شوف في المركز العاشر للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجه، هذا اول نداء للمراكز العشر الاوائل، وفي اسامي ايضا خلف المراكز العشر الاوائل. على العموم نحن نترقب الدخول والتغييرات في هذا الشوط، انه يضم نخبه من الحول المهجنات الاصايل من الدوله وخارج الدوله للمشاركه هنا على ارضيه هذا الميدان والمنافسه في هذه الاشواط، اشواط التمهيديه لسن الكبار. ومحل الرقص يا ابو فهد مع الكبار، نرجع الى المقدمه، نرجع الى عنيده وشعار فهد بن طحنون الهاجري على مقدمتي هذا الشوط، المركز الثاني مع شعار دكتور الأصايل علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي مع مزنه، لا زالت مزنه على المقدمه، يا سلام للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي. المركز الثاني عنيده للسيد فهد بن طحنون الهاجري، وفي المركز الثالث الغزيل، في المركز الثالث للسيد علي بن محمد بن سعيد الاجعبي، وفي المركز الرابع العنود للسيد سعيد بن محمد بن منانه الاجتبي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس سمرغند للسيد راشد بن محمد راشد بن غدير الاجتبي، وفي المركز السادس من حافل السيد عبد الله بن خلفان بن بخيت المزروعي، وفي المركز السابع مصيح للسيد عبد الله بن مبارك بن حمد اليهويل المري، وفي المركز الثامن، المركز الثامن ارى اشواق للسيد علي بن سلطان بن عبيد مرخان الاجتبي، وفي المركز التاسع شوف اللي في المركز التاسع للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي، يا سلام ناخذ المركز العاشر، وفي المركز العاشر الباسله للسيد سعيد عبيد الاجتبي. هذه النتيجه، هذه النتيجه، يا هو شوط، يا هو شوط سريع والتغييرات سريعه على المغادرة على المراكز العشر الاوائل، عنيده بدات تعاند الى مقدمه هذا الشوط للسيد فهد بن طحنون الهاجري مالك جلمود، نشوفه الان مع العنود على مقدمه هذا الشوط، لكن دكتور الاصايل موجود مع مزنه للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي على المركز الثاني، ولا زال ينافس على مقدمه هذا الشوط. ناخذ اللي في المركز الثالث، المركز الثالث الغزيل تتغزل من مركز الى مركز، غزيل انفل على ارضية المرموم لاقاني في هذا الصباح من يوم السبت الجميل، ها هي الغزيل على المركز الثالث للسيد علي بن محمد بن سعيد الاجعبي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع مصيحة للسيد عبد الله بن مبارك بن حمد اليهويل المري، شوف اللي ذبت بات، شوف شوف ايضا قادمة بقوة من مرغم المشاركة هنا، قادمة قدوم قوي للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي ابن الواثق دافع بشوف في هذا الشوط، تنتقل إلى المركز الرابع ولا المركز الثالث، على العموم في طريقها للمنافسة على مقدمة هذا الشوط. ناخذ اللي في المركز الخامس ولا السادس، المركز السادس أشواق، ويا شوق هزني هو الشوق، هزيز غصن انتهى الأوراق كل غرضن
في الوقت ملحوق غير وصول الصاحب اشواق يا الواثق ويا الصعب. نشوف وناخذ اللي في المركز السات في هذه اللحظات للسيد علي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاجتبي. المركز السابع من حاف للسيد عبد الله بن خلفان بن مخيت المزروعي. وفي المركز الثامن العنود للسيد سعيد بن محمد بن منانه الاجتبي. وفي المركز العاشر الباسل للسيد سعيد بن غدير بن عبيد الاجتبي. هذه النتيجة والمعركة ما بين بن رشيد وما بين بن طحنون على المقدمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات، معركة طاحنة بدون أي أوامر تذكر من الإخوان الملاك والمضمرين والمدربين. ركضت الغاي والسماعات مبندة والأجهزة والآلي في العصا في البطان. ركضت الغاي وعرضت الغاي ذناي على مقدمة هذا الشوط مع هذا الشوط الحول المهجنات الأصايل. يا سلام الدكتور باحث عن النقطة الثانية، والسلامات إلى هالي العوير وهو يراقب مزنة وأداء مزنة. وبن طحنون أيضا يبي يزف السلامات إلى هالي المملكة العربية السعودية وخاصة أهل الدمام على ظهر عنيدة. يا سلام، المعركة شديدة ونحن نقترب من لوحة الإعلان، لكن 1400 عن بقية عن خط النهاية. يا سلام، الشمس ضربت في عيوني أتحسبها لوحة الإعلان، لكن هي 1400 ونحن لوحة الإعلان يا يينها يا راتنا يا الحول. عينهن على المنافسة، عينهن على الأوامر، بيقدم من أحسن عروض. يا سلام، 1200 ما تبقى عن خط النهاية. ها هي مزنة على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي المركز الثاني. عنيدة في المركز الثاني للسيد فهد بن طحنون الهاجري. يا سلام، شللنا الهنتين أبعدنا بالمركز الأول والثاني على هذه المنافسة، ونحن نراقب ونرصد بالعين المجردة نبع حركات من الإخوان الملاك، رصيدهم سيارات وهن داخلات في سن الكبار ومحل الرقص مع الكبار. وها هو الكبير وكبير، ها هي مزنة بدأت تغادر، بدأت تباعد، بدأت تقول باي باي. هدى حافظ مع السلامة، سلام عليكم يا أهل العوير للمرة الثانية، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر مع هذا الشعار، شعار دكتور الأصايل، معود إنهم على السلام من الدولة أو خارج الدولة. تهانينا لك يا أبو محمد على هذا الأداء المتميز مع هجنك في الشوط الأول المحليات، في شوط الحول المهجنات والعصا في الأبطان بدون أي أوامر. أظني خرخش السماعة بدأت تطير على أجواء ميدان المرموم وتحلق، تبى الهبوط ما بهني في المرموم، تبى في العوير، تبى تحط الرحال في العوير. وسلام عليكم يا أهل العوير، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي على فوز مزنة بالمركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني الغزيل في المركز الثاني للسيد علي بن محمد بن سعيد الشعبي. المركز الثالث عنيدة للسيد فهد بن طحنون الهاجري. المركز الرابع الذي وصلت في المركز الرابع من حافل للسيد عبد الله بن خلفان بن مخيت المزروعي. وفي المركز الخامس مقصصة للسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. هذه النتيجة يا هو شوط استمتعنا نحن والمشاهدين والمتابعين هنا عندنا في الميدان مع هذا الشوط، مع الأثارة، مع المنافسة، مع العروض الطيبة الذي قدمتها مزنة في هذا الشوط، شوط الحول المهجنات العصايل، وهي تنفرد بالمركز الأول وعصاتها كانت في البطان. ركضت الغاي وعرضت الغاي تهدي الفوز والناموس إلى هالي العوير خاطفة على ميدان الهباب وإلى العوير. تهانينا والناموس على هذا الأداء المتميز في توقيت زمني وقدره. نشوف التوقيت، ساعة وصول مزنة إلى خط النهاية. نشوف التوقيت من مخرجنا أبو عدنان، 9 دقائق.
شوف 9 دقائق. تسع دقائق 33، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي، تهانينا والناموس. المركز الثاني، نشوف اللي في المركز الثاني. الغزيل وصلت في المركز الثاني، قاطع مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدرة. 9 دقائق 37، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد علي بن محمد بن سعيد الاجعبي، والذي وصلت في المركز الثالث. عنيدة وصلت في المركز الثالث، 9 دقائق 38، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد فهد بن طحنون الهاجري، تهانينا على هذا الأداء المتميز مع سن الكبار، ولا زالت صاحبة التوقيت.